واحد فينا راه يعرف خدمته. اوني توتالمون بري بور ريسيفوار نو فواياجور دون دو ميور كونديسيون. اجتماعات دورية يقوم بها الفريق العامل بمؤسسة مترو الجزائر استعدادا لاستئناف محتمل في أحسن الظروف. الكل هنا يقوم بالمهام الموكلة إليه حفاظا على كل أنظمة التشغيل وضمان صيانة العتاد. وبغرض اختبار كيفية تعامل الفريق مع كل طارئ في حال عودة نشاط المترو، تم الاعتماد على عملية محاكاة، ومحطة المعدومين بالعاصمة كانت نقطة التجربة. Votre station ainsi que le train. التدريب يهدف أساسا إلى اختبار مدى معرفة الطاقم بالتعليمات ومدى جاهزية المعدات استعدادا لانطلاق رحلات المترو المرتقبة. في إطار تحضيرات لفتح مرتقب المترو، تقوم شركة مترو الجزائر بمختلف تمارين محاكاة لحوادث والتي تهدف لاستقبال مسافرينا في أحسن الظروف الأمنية. بالطبع تسمح هذه التمارين باختبار معرفة موظفينا ومدى جاهزية المعدات. وبخصوص كسر سلسلة عدوى كوفيد-19، وضعت المؤسسة بروتوكولا صحيا خاصا من خلال اتباع تدابير وقائية احترازية بهدف استقبال أمثل للمسافرين. بروتوكول صحي هذا يتركز على عدة نقاط، أهمها إجبارية ارتداء الكمامة، تطهير مستمر لمناطق عديدة في المترو لتفادي الاكتظاظ داخل القطارات، زيادة عدد القطارات لكي نقوم بتخفيض وقت الانتظار ليكون أقل من 4 دقائق و30 ثانية، وبطبيعة الحال العمال راح يكونوا في الخط الأول للسهر على هذه الإجراءات. 13 مليار دينار قيمة خسائر مؤسسة مترو الجزائر منذ تعليق خدماتها شهر مارس 2020 بسبب الجائحة، خاصة وأن نظام الاستغلال يتطلب صيانة منتظمة حتى في حالة التوقف في انتظار عودة فعلية للنشاط.